اهلا مساء عليكم، انا احمد كمال بتاع افلام. دخلت تاني افلام العيد معانا فيلم ديدو للنجم كريم فهمي، وايضا مجموعه من النجوم الكوميديا اللي احنا بنحبهم بيومي فؤاد وايضا حمدي المرغني ومحمد ثروت وايضا الفنانه الشابه هدى المفتي. الفيلم المنتظر اللي كان المفروض ينزل عيد الفطر السنه اللي فاتت، بس طبعا نظرا للكورونا اتاجل لحد ما في الاخر نزل اهو في عيد فطر 2021. ولو تفتكروا يا جماعة كان المفروض هينزل في موسم كان هو ومحمد هنيدي هينزلوا، وكان فيلم هنيدي ساعتها كان كينج سايز. هو مش نفس الفكرة بالظبط، بس فكرة ان هو هنيدي هيبقى عقلة الاصبع. فيلم ديدو نزل، اما فيلم كينج سايز ده لغاية دلوقتي محدش عارف عنه اي حاجة وتأجل لأجل غير مسمى. المهم ما علينا من المواضيع دي كلها، هنتكلم في الفيلم ده عن فيلم ديدو بعد ما دخلته. هل الفيلم حلو؟ هل الفيلم وحش؟ هل الفيلم يستحق اخش سينما ولا لا؟ كل ده هقوله لك جوه الحلقة. بس قبل ما ابتدي الحلقة طبعا اتمنى من بتوع افلام يدوسوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه لو اول مره. طبعا عايزكم تشتركوا على انستجرام بيج والفيسبوك بيج وتدوسوا على جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقه اول باول. ويلا بينا نخش في الحلقه. دخلت فيلم ديدو بعد فيلم احمد نوتردام بتاع رامز جلال، وهل يا ترى عجبني فيلم ديدو اكتر من فيلم احمد نوتردام؟ ده هقوله لكم في الاخر. بس نبتدي مبدئيا اكتر حاجه او الايجابيات بتاعه الفيلم من وجهه نظري. ايجابيات الفيلم ان انت مبدئيا قبل ما تخش الفيلم عمل لك تنويه عشان اي حد يقول فيما بعد او بعد ما يشوف الفيلم ده مستنسخ بالظبط من فيلم هاني اي شانك ذا كيدز او انت مان او ايا كان ايه. كتبوا تنويه قبل فيلم ان الفيلم مقتبس من فيلم هاني اي شرانك ذا كيدز وانت مان واي فيلم ليه علاقه بعقله الاصبع عشان يشيلوا ايديهم من الموضوع ده وتتفرج على الفيلم وتستمتع وعادي جدا. وانا يا جماعه لو تفتكروا من زمان وانا قايل لكم في التشانل هنا انا ما عنديش اي مانع في فكره الاقتباس، وقلت لكم امثله كتيرا ليه افلام اقتبست او واخدين الفكره من بره من فيلم انجلش واتعمل فيلم مصري والفيلم الانجليش حلو والفيلم المصري برضو طلع حلو وحبيناه لانه غيروا فيه بعض الحاجات وعملوه بالطريقه المصريه اللي احنا عارفينها، وطبعا تاتشات الكوميدي او تاتشات الدراما من الافلام المقتبسه او ايا كانت ايه. كناحيه كفكره هم واخدين الفكره بالظبط، بس هي مش نفس الفكره بتاعت هاني اي شرانك ذا كيدز، بس فكره برضو العالم اللي عنده مسدس يصغر بيه البني ادمين، بس البلوت تويست طبعا مختلفه. لكن هل ضحكت في الفيلم؟ هل استمتعت بيه؟ الصراحه يا جماعه انا انبسطت جدا في الفيلم وقضيت وقت لطيف قوي وانا بتفرج عليه. الفيلم فيه نوعية الافلام الكوميدي اللي انا بحبها جدا، وانتوا لو تاخدوا بالكم من خلال الشانل هنا انا بحب نوعية الافلام الكوميدي اللي هي تبقى هلس ويضحك، مش لازم تعمل لي رسالة وتقدم لي حوارات وحبشتكنات. انا داخل الفيلم استمتع بوقتي، اخرج منه في خلال الساعة ونص او الساعتين اخرج انبسط واكون مقضي وقت لطيف. ده اللي حصل فعلا من خلال مشاهدتي للفيلم. الصراحة يا جماعة الفيلم والكوميديا اللي فيه وكوميديا المواقف اللي فيه كانت عجباني جدا. ده غير طبعا ان انا مش عايز احرق لك الفيلم، كان في ضيوف شرف كتيره قوي في الفيلم هيعجبوك. وطبعا اتكلمنا عن حوار شيكو وهشام ماجد واحمد فهمي ده قبل كده عشان ما تقوليش انا حرقت. انا قبل كده اتكلمت ان هم هيبقوا ضيوف شرف في الفيلم، لكن في ضيوف شرف تانية وهيفاجئوك. وعجبني جدا طريقه تنكر كريم فهمي اللي هي بيعملها او الحيله اللي على طول بيلجأ لها لما بيكون عايز يتنكر في شخصيه حد. لما تعرفوا مين الحد ده لوحده موقف كوميدي وعجبني جدا في الفيلم. فكره انك انت هتشوف الاختلاف بجد ما بين حمدي المرغني في فيلم احمد نوتردام اللي عجبني اداؤه وضحكني زي ما قلت لك قبل كده في حلقه احمد نوتردام. لكن فعلا يا جماعه حمدي المرغني في الفيلم ده بالذات كان عجبني، وكان يعتبر من اكتر اللقطات اللي كان فيها مشاهد كوميديه كان يتكون ضمنها الفنان حمدي المرغني. وطبعا الدويتو الرائع اللي كان ما بينه وما بين الفنان الكوميديان محمد ثروت اللي انا بحبه جدا، وانتم عارفين هنا من خلال الشانل انا بحسه اضافه كبيره جدا في اي عمل كوميدي لانه بيضيف كوميديا رهيبه الصراحه. هو استثناء في الحته دي، ممكن تكون الكاركتر بتاعته دي انت شفتها في كتير او هي طريقته واحده ما بتتغيرش مثلا، بس انا كاحمد كمال انا بيضحكني جدا الصراحه. وعجبتني برده جدا الفنانه هدى المفتي في الفيلم والدور اللي كانت قايمه بيه، وما حسيتش باي استظراف او اي افوره في الكوميديا من خلالها. وايضا نفس الكلام بالنسبه للفنان كريم فهمي اللي فعلا عجبني جدا في الفيلم ده، واثبت لثالث مره على التوالي ان هو بيعمل افلام كوميديه حلوه. يعني ثلاث افلام اللي عمله
عليهم لغاية دلوقتي ممكن يكون نجحوا جدا، خاصة بعد العرض في التلفزيون وناس كثيرة ابتدت تتفرج عليها، زي مثلا حسن وبولز وكان نجح في السينمات، وايضا فيلم علي بابا اللي اعتقد برضو نجح اكتر بعد ما نزل في التلفزيون ونزل على النت وابتدت الناس تتفرج عليه. ده ثالث فيلم بالنسبة لي انا شايف ان ده احلاهم يعتبر، ولو جه في التلفزيون فيما بعد مش هتضايق خالص ان انا اتفرج عليه، وخاصة برضو ان المخرج عمرو صلاح عامل شغل عالي قوي في الفيلم، لان الفيلم ده يعتبر عامل كبير جدا عليه فكرة الناس وهم صغيرة والجرين سكرين اللي وراهم، وهل الفيجوال افكتس والجرافيكس هتبقى حلوة ولا لا. بالصراحة يا جماعة انا انبسطت جدا وعجبتني جدا المواقف اللي كانت وهم صغيرين وحاجات حلوة، انت هتستمتع بالفيلم وانت واسرتك كلها لو دخلتوا الفيلم مش هتتضايقوا خالص، ورانك على كده وخد كلامي ثقة كده كده. وطبعا عشان مش عايز احرق لك اكتر في المواقف الكوميدية اللي انا شفتها في الفيلم، سواء بقى العاب رجعت للحياة وكاركترز هتشوفها في الفيلم وبتشوف طريق كلامهم والحاجات دي، انا بحب النوعية دي يا جماعة، بحب النوعية بتاعت الكوميديا بتاعت احمد فهمي وشيكو وهشام ماجد، انا بحبها. ولو تفتكروا طبعا الحلقة اللي انا عملتها قبل كده لهشام ماجد وشيكو واحمد فهمي، ان انا بحسهم هم دول اكتر جيل فاهم هزارنا كويس، او اكتر جيل عبر عننا وطلعه في السينما. ومن اكتر الحاجات اللي بتعجبني في نوعية الافلام الكوميدي دي اللي هي مثلا جو اللي انت تتريع على افلام تانية، جو انواع الافلام السبوف اللي هو زي سكيري موفي مثلا باجزائه كلها، بس طبعا على اقل ما فيش قلة ادب وبلس 18 حاجات يعني، فعشان كده بقول لك فيلم عائلي. انا بحب نوعية اللي هو بيسف على افلام قديمة او في حاجات قديمة نوستالجيا بيتريع عليها، الحاجات دي قشطة بتعجبني في الافلام الكوميدي الصراحة. وايضا يا جماعة بالمناسبة مؤلف الفيلم هو برضو النجم كريم فهمي اللي الف قبل كده، عشان في ناس كتيرة كانت متخيلة ان كريم فهمي دي اول مرة يالف، لا هو الف قبل كده افلام مش بتاعته اساسا، الف فيلم كوميدي ويعتبر الانجح لحسن الرداد وهو زنقة ستات، وعمل برضو حسن وبولس كان تأليف كريم فهمي، وفيلم برضو حقق نجاح كبير جدا خاصة بعد ما نزل على النت وهو فيلم هاتولي راجل، وايضا كتب السيناريو والحوار لفيلم بيبي والبشير للفنان آسر ياسين ومنة شلبي. اما سلبيات الفيلم من وجهه نظري، ان انا كنت عايز مثلا مواقف وهم دي، ودي برده عشان ما تقوليش ان انا حرقت، انت اكيد شفتهم وهم في الجنينه وشفت حته الخنفسه في الاعلان والحاجات دي، انا كنت اتمنى ان احنا نشوف مواقف اكتر لزواحف اكتر، او قطه مثلا او كلب او حيوانات، او نشوف مواقف اكتر واكتر في حته الجنينه دي، او ممكن كنا نشوف مواقف اكتر في حته البيت، خاصه انك انت الفكره نفسها فكره انك انت صغير جدا وما بتتشافش دي، انك انت تشوف اماكن البيت والحاجات الكبيره والتلفزيون والحاجات دي، اكيد لو كان فيه الحاجات دي كانت زياده اكتر، كان هيبقى فيه مواقف كوميديه اكتر وكانت هتخلي الفيلم يضحك اكتر واكتر. يعني مثلا برضو شخصيه احمد فتحي كان فيها تيم عجباني، فكره ان هو ما مش عايز احرق لك، هو عنده حاله نفسيه ما كانت عجباني في الاول، بس لما زادت وتكررت كانت حسيتها اوفر شويه. بس اوفرول يا جماعه لو تفتكروا برضو الحلقه اللي فاتت لما انا اتكلمت عن افلام عيد الفطر، انا بحب جدا فيلم هاني اي شرنك ذا كيدز ده، وكان من اكتر الافلام اللي انا كنت بتفرج عليها في عيد الفطر برضو، وكان بيجي على طول على القناه الثانيه، وكنت بستناه الصراحه، ولما في يوم من الايام رحت نادي الفيديو لقيته قدامي اشتريته، فانا الفيلم ده ليه ذكريات كتيره جدا معايا. فالنسخه المصري بتاعته او النسخه المقتبسه منه فيلم ديدو عجبني جدا الصراحه، ويعتبر فيلم عيد جميل تخش وانت والعيله ولذيذ وهتقضوا وقت لطيف. وفي الاخر تقييم الفيلم ديدو هو 7/10. وطبعا رايك افلام اهم حاجه بالنسبه لي، بس تسيبولي رايكم تحت في الكومنتات لسؤال الحلقه، ايه اكتر فيلم بتحبه او بيضحكك ليه كريم فهمي، خاصه ان هو في الاعمال الدراميه بيطلع رومانسي وحبيب مش كوميديان، يعني هو في السينما حاجه وفي الدراما حاجه تانية. وطبعا لو كنت دخلت فيلم ديدو هل الفيلم عجبك ولا لا، هل متفق معايا في وجهه نظري اللي انا قلتها دي ولا لا، سيبلي رايك تحت في الكومنتات وهرد عليكم زي ما احنا متعودين على طول. وطبعا يا بتوع افلام اتمنى منكم في نهايه الحلقه لو عجبتكم الحلقه يعني طبعا تدوسوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه لو اول مره، وطبعا عايزكم تشتركوا على انستغرام بيج وفيسبوك بيج وتدوسوا على جرس التنبيهات عشان تجيلكوا الحلقه اول باول. تسلم طيبين تاني واحلى مسا عليكم. مين تاني ما اتكلمتش عليه؟ والكاركتر بتاع بيومي فتحي. خدها ميكنج حسين، هات بيرثدي تو حسين، اصحى وانسى، سنه راحت يا حبيبي، سنه راحت يا حبيبي. We'll be right back.